خلص رصاص يا رب. دعوات دعوات المحبين. يا رب تيجي معي يا رب تيجي معي يا رب تيجي معي يا رب تيجي معي. ايش تبغى ولا رصاصة صار بيرمي رشن صار يرمي تلقائي. هذا السلاح كتير حلو، كنت كتير اخذ هذا السلاح ببجي القديمة حتى لو كان رصاصين، ولكن لما بتنقر كل ما هنالك بدك رميتين، لأنه هو رصاصين بالرأس حتى لو كانت خوذة 3 تحت ال50 متر بتنزل خصمك، فما بالك يعني بدك نارتين، نارتين على زر إطلاق النار بكون خالص. والزون جسر، يلا يا السيارة ما في شي بوت راجع. جلايدر، يلا ما في أحلى من الجلايدر. لا 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 لا، الجلايدر إلى طريقة لأنك سوى الجلايدر كتير ممتعة، إلى طريقة لأنك سوى. راح أعمل فيديو أكيد عنها، أكيد مو هيك هي الانطلاقة التعيسة، ولكن الجلايدر كتير حلوة. ولازم تكونك إذا بدك ترمي على الأعداء لازم ما تكونك على ارتفاع فوق 100 متر، لأنه الأعداء ما فينك تشوفها، يعني حتى تفتح سكوب لحتى تشوفها. ولا تخاف ترى قليلين كتير اللاعبين اللي بيحسنوا يصيبوا الجلايدر وهي بالهواء، يعني بده مشطين او ثلاثة لحتى ينزلها، هي مشط واحد بتنزل، ولكن قليلين كتير اللاعبين اللي بيحسنوا يصيبوك. فعادي يعني باخد الجلايدر من اول جيم لاخرته، اخر شي لحتى انزل، يعني حتى انا انزل منها قليل كتير حتى تحترق الجلايدر. ضروري لحتى تحسن تشوف تحت، لازم تحسن تنزل لتحت تعطي مجال رؤية أكبر. ضروري تكوس على زر الخروج من النافذة بالمركبات حتى تعطي مجال رؤية أكبر، والأهداف اللي هن تحتك ما فينك تضرب عليهم أو ترمي عليهم. لا دام اللعبة فعلا لا مثل هيك هدف ما بحسن ارمي عليه دروب تحتي. نروح نفوت على الزون، كأن ما في دروب تاني. مثل هيك انا فوق الارض 200 متر، 250، كتير صعب يبينوا علي، حتى افتح سكوب ويمكن ما يبينوا لانه مسافات كتير بعيدة. لنشوف خفر السواحل. أين أنتم؟ حلاوة الجلايدر إنه محل ما أنت بترمي تجي رصاصة، لأني أنا على الجلايدر، بينما إذا كنت أنت تحت لا بدك تحط رصاصة قدام لحتى تجي. صار سيارة داسيا، تعال نلعب معه حزينة حزينة يا بطة. شايف لحتى ترفع راسك تخرج راسك من النافذة حتى تحسن تفتح مجال الرؤية. هو انا غلطت بشغلة واحدة، انه رصاص 7، اسلحة رصاص 7 ما لازم ترمي فيها، هو لازم بدها اسلحة رصاص 5 او دي ام ار. سيارة تانية، لانه انت بدك سلاح رصاصه سريع لحتى تتحقق مقولة انه محل ما ترمي تجي رصاصة. عندنا جيران هلا، شو ده يعني نزل من السيارة كأنه
هربت من السيارة، كرت السيارة لتحت، نسيت جوزة فيها حدا. وينه؟ هربت من السيارة على الشط. هذا نزل من السيارة، بس هربت من السيارة تحت، هيك صارت بالمي. ما اعرف هو لاعب شو ضرب. في واحد هون على الجبل نزل، خلينا نشوفه. لا هو السي الجلايدر راح يخلص بنزينه. عليكم ولا رصاصة، يرحب عليك. ثلاثة رصاصة، بدها سلاح خمسة تحت تحسن نصيب او دي ام ار. يلا الهبوط، يا انا يا انت. 30 رصاصة. وينك ما كبيته انا للسكوب، بس ان شاء الله لحق اخده. حطه بالباجاج للجلايدر. صوت سيارة يعني. استنى، صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. تدحرجوا تدعبلوا، والله كان بس بدي اطلب رصاص سبعة. لا بخش لي الخوذة، مشكلتها بس بالرؤية. حني حاطة حتى على اتش دي، بس مشكلتها بالرؤية. في صوت سيارة، وينو العكروت اللي ضرب الخوذة؟ في بيناتنا تارات، والله هي الكتلة بتخوف. هاي مشكلة زون اوبن، بس في صوت. نفتح شوي الزاوية. في حدا اكيد. يلا طارت خوستو. هذا فرنسي في سوا زون ما حلو بنوب اوبن، بس هذا كان فاتح سكوب على حدا، يا اما على الجسر يا اما في واحد تحت الجسر. مين بده يرمي؟ مين بده يرمي؟ ما حد رمى. نقعد ورا هاي الصخرة. في حدا. لا أنا طلع لي، طلعت ورا هاي الصخرة. بس بدي لوت برا الزون. صلي على النبي. كل شي بالرواق بينحط، كل شي بالرواق بينحط. بدي شوي، خلينا نحب بعض. خلينا نطلب بس رصاص سبعة. ان شاء الله بس يجي بسرعة رصاص سبعة. الربع تبعي غير 40 رصاصة. وينه بس هالعكروت؟ ورا الشجرة فوق. طيب بعد شوي نصفها. احنا هنا مشكلتها هي ان رصاصة ببابجي العادية، رصاصة اذا ما اجت بالراس بهذه ببجي العادية بتساعدك شوي، حتى لو ما اجت بالراس بقربها تجيب الراس. هون لا، لازم تصيب الراس، يعني حتى اذا اجت عند الكتف ما بيحسب لك اياها. يعني طلع. صار سبعة ما كويس للرمي بمسافات بعيدة. ثلاث رصاصات،
يلا يلا، أول وحدة، ثاني وحدة، ناخذ أبرة، آخر وحدة. آه، اجت بيك، اجت جنب راسي. 10 صاصات، واجت الزود. خلص رصاص، يا رب. دعوات، دعوات المحبين. يا رب تيجي معي، يا رب تيجي معي، يا رب تيجي معي، يا رب تيجي معي، يا رب تيجي معي.